وشاب نشأ في عبادة الله، وهذا شيء عظيم. صحيح أن الذي يسرف على نفسه ثم يتوب، يتوب الله عليه ويبدل سيئات حسنات، لكن أيهما أكمل؟ أن ينشأ الإنسان في طاعة الله عز وجل، ما يعرف الفسق ولا الفجور ولا المخدرات ولا المسكرات ولا الفواحش ولا الربا ولا العقوق، وهكذا حتى يتوفاه الله عز وجل، أو من أسرف على نفسه ثم تاب وتاب الله عليه وبدل سيئات حسنات، أيهما أفضل، أول ولا الثاني؟ ها؟ أو الله أعلم. ها؟ واحد نشأ في عبادة الله، وآخر أسرف ثم تاب وتاب الله عليه وبدل الله سيئات حسنات، أيهما أفضل، أول ولا الثاني؟ ها؟ ثاني، ها؟ إن الله بدل سيئات حسنات، وهذا ما عنده سيئات. ما في شك أن الذي ينشأ في عبادة الله ويستقيم على أمر الله عز وجل هذا من توفيق الله ومن حفظ الله له، هذا أكمل. الذي يتوب يتوب الله عليه، وحتى الذي ينشأ في عبادة الله أيضا يذنب ويتوب ويستغفر ويغفر الله له ويتوب عليه. ولكن انظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، حفظه الله عز وجل حتى قبل النبوة، ولبث في قومه 40 سنة قبل النبوة، ما عرف إلا بالصدق والأمانة والاستقامة فيما كان عنده، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاختياره واصطفائه له، ما أنه كان مسرفا وكان ثم بعد ذلك صار نبيا. لكن من أسرف على نفسه فيمكن أن يستدرك ذلك بالتوبة النصوح، ونبشره بأن الله يقبل توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله يبدل سيئات حسنات، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن ما يعني أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ما يحب المتقين، لا، أيضا يحب المتقين وهم خير. فالذي ينشأ في عبادة الله من صغره هذا مطلب عظيم، توفيق من رب العالمين، أنه ليس له سوابق. وهنا نبه على مسألة مهمة جدا، أن طيب لو كان الإنسان له سوابق نقول يجب عليه أن يستر على نفسه. طيب تاب الله، لكن من قال أن التائب يفضح نفسه ويسرد من قصته وحياته التي كان يفعل؟ هذا انحراف كبير يقع فيه بعض الناس، ربما بعض الإعلاميين يأتي بواحد فنان تائب ولا فنانة تائب ولا راقص ولا مغني ولا مفحق ولا مخدرات ولا صاحب سوابق، تعال فصلنا قصتها، هذا ما يجوز، هذا فيه إشاعة الفاحش، هذا فيه هتك لستر مسلم مستور الحال. أنا أعرفك هكذا ما شاء الله، تأتي تقول لي أنا كنت أسوي أول قبل لا أستقيم، قبل كنت من قال لك أقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. معافى من ماذا؟ قال شيخ ابن ثمين معناه أنه معافى من كلام الناس فيه، ليس معافى أنه إذا ما جاهر فلا بأس أن يفعل المعاصي في السر، لا، ولكن الناس ما يتكلمون عن الإنسان إلا إذا هو جاهر عن نفسه، وإلا الله عز وجل يستر ستير كثير الستر. قال عليه الصلاة والسلام من نجاتي أن يمسي الرجل يعصي الله ثم يصبح، أو يستره يمسي يستره الله ثم يصبح يهتك ستر الله، قل فعلت البارحة كذا وكذا، شوف الإسراف. ذاك بعض الناس ربما يذهب إلى المنكرات ويصور نفسه، ما هو كافي أن ملائكة كرام كاتب يكتبون عليه، هو يصور نفسه ويسجل نفسه وهو ينشر لنفسه المنكرات وهو يجاهر بذلك، فهذا يجلب على نفسه الكلام. هل في هذا الحديث استثناء قال إلا التائب فله أن يجاهر؟ لا، لا تجاهر بمعصية الله عز وجل. ولذلك لو أن شخصا ما كان عاصيا ثم تاب ثم جاء يقص عن نفسه أنه كان عاصيا، فلا يأمن أن يقول له قائل أنت أصلا شبع الخمور باعتراضك، نسينا أنت بسوي درس كامل عن المخدرات، أنت كنت فاجر، أنت اللي قال، أنت اللي علمت، من اللي قالك هذا الكلام؟ هذا المسكين غر به فلان من الناس، عنده برنامج ما ادري ايش يقول فيه،
جاب هذا قال تعال أنت يا التائب، ربما وضع على بعض الصور التي قبل إسلامه وقبل استقامته، هل هذا من دين الله؟ كلا والذي لا إله إلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله ما يحب هذا الشيء، الله ستر عليك. وذاك جاء رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل وفعل مع امرأة في أقصى المدينة غير أنه لم يزني بها، فقال عمر وكان قائما شاهد الموقف، فقال عمر قد سترك الله، هل سترت نفسك؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر ولا أنكر على عمر؟ هل قال لا يا عمر إنه تائب؟ لا، أقر عمر. وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره ماذا؟ تشريع. فمن التشريع أن الإنسان لو وقع في شيء فيما مضى لا يتحدث بذلك، لا يقول كنا نفعل وكنا نفعل. وأسوأ من ذلك أن بعض الناس صحيح أنه تاب لكنه يفخر بما كان يفعله قبل التوبة، والله كنا مبسوطين وطلعنا فلوس وغشينا الناس وكنا نشرب وكان عندنا علاقات وكنا أيام. يا سلام، التوبة النصوح من شروطها الندم. التوبة عبارة عن حرقة يجدها الإنسان في قلبه يتمنى أنه لو لم يفعل هذا الفعل. أسامة بن زيد قتل رجلا بالخطأ متأولا، ومع ذلك لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله الله، قتلته بعد أن قال لا إله الله، قال حتى تمنيت قلت ليتني لم أسلم بعد، يعني لأن الإسلام يجب ما قبله. وهو فعل شيء باجتهاد. كيف يأتي إنسان ويحدث؟ وأيام كانت جميلة وكنا مبسوطين، مبسوطين ماذا؟ معصية الله. هذا تائب؟ هذا الذي يتبجح بما كان يفعل من المنكرات هذا تائب؟ وإذا كان ندب على بعض الناس يعني قص بعض القصص أنه ضرب فلان وبطش بفلان وزهقنا المدرس فلان وطلعناه من طوره وضربناه في الهدة، يعني قبل طيب لسه ربك أن يغفر لك، شنو المدرس هذا يعني من لن يحاسبك الله عليه؟ امرأة حبست هرة أدخلها الله النار، كيف تضرب مدرس ولا واحد ولا عملت بواحد عاها؟ وبعض الناس مسكين يفتخر بآبائه وأجداده أنهم سفكوا وقتلوا وكسروا اليوم الفلاني، قتل بغير حق، هذا من كبار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شيخ الثمين يقول اتوني بذنب ذكر فيه الله عز وجل من الوعيد مثل هذا الذنب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ماذا يقول؟ فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا. وهذا المسكين يفتخر بآبائه وأجداده أنه إيش؟ أنهم قتلوا وكسروا وقتلوا بني فلان وقتلوا بني فلان، هذه جريمة، هذا ذنب، هذا من السبع المبيقات المهلكات. على المسلم أن يعرف الطاعة من المعصية، يفرح بطاعة الله برحمة الله بتوفيق الله له، إن أدرك عبادة إن أدرك صلاة إن حج إن اعتمر إن حفظ إن قرأ إن تصدق إن وفقه الله لبذل معروف مساعدة أرملة أو مسكين، ما يفتخر بالمعاصي والجرائم. فالذي ينشأ في عبادة الله هذا مطلب عظيم. من فاته أكثركم ما فاتكم ما زلتوا شباب ما شاء الله، احرص على أن تكون من السبعة هؤلاء الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظل. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشاب في هذا الحديث لأن الشاب أمامه شهوات، عنده طاقة، عنده حيوية، عنده رغبة يفرض. فرق بين الإنسان بعد ما تقدم في السن وضع خارت قواه وضعفت رغبته ولم يعد يتمكن حتى من القيام بالمعصية فالتزم طاعة الله والتزم المسجد وبين واحد لا والله من صغره مع قدرتي على أن يفعل ما يفعل الشباب، ومع ذلك هو مستقيم على أمر الله، شيء كبير شيء عظيم مطلب كبير. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة ماذا قال؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح صحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، يعني بعافيتك بشبابك وعندك فلوس لا وانت بخيل تحب هالفلوس ومع ذلك هانت عليك فتصدقت بها، هذا اعظم اجر
من واحد أصلا لا كما قال في تكمن الحديث قال لا كما إذا بلغت الحلقوم شاف نفسه بيموت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا ترى فلان يطالبني فلان طالبني. الواحد مرة اتصل قال أبوي ما قبل حق خواته أيام الربية يعني يا ربية سمعنا قبل لا تدخل العملة دينار الكويت يعني قبل يعني بالخمسينات جاي الحين لما حضرت الوفاة جاي ذكر خواته باخر عرفهم وين خواته خواته ماتوا الخوات سبحان الله. الآن وأنت في شبابك تستقيم والشيطان من خطواته يقول توك شباب شو توك شباب أنت مأمور أمر بالصلاة وأنت ابن سبع وأمر الوالدان ضرب الابن وهو ابن عشر تبلغ العشرين والخمسة وعشرين والثلاثين فتقول خلينا تو الناس خلينا نتسلى والله تسلى إذا كنت ضامن أنك لا تموت يقول العلم الموت في الصغار أكثر من في الكبار ترى كثير من الناس جاء ميت منهم كم عمره 80 لا لا الصغار يموتون أكثر من الكبار بل أن الأجنة في بطون أمهاتهم يموتون هل دنيا إيش عمل هذا يعني ما أكل أكل صحي مثلا مسرع بالسيارة متهور ها جازف جنين في بطن أمه مع ذلك يسقط ميتا الموت ليس له حد في الأعمار يموت الصغار والكبار والإنس والجن ولا في السفر وفي الحضر والرجال والنساء والأطفال والأجنة والأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء الكل ممكن يأتي الموت وفي أي لحظة رياضي تعلم أمي فقير غني يأكل صحي محافظ مش محافظ الكل ممكن يموت لذلك المسلم عليه أن يسعى لأن يكون ناشئا في عبادة الله عز وجل.